سلام حبوبات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات ما كاين لا فلوغ، ما كاين لا روتين، ما كاين لا شهيوه، ما كاين حتى شي حاجه. اليوم جبت لكم فيديو خاص العشاق للصالونات المغربيه، يا عصريه يا تقليديه. اليوم تخدروا عويناتكم معنى الكلمه كما خدرتها حتى انا. عيني تقرقشوا اليوم بالصالونات وبالشكالات تبارك الله، وبالرقي وبالفخامه اللي عندنا تبارك الله في المغرب، وتبارك الله على كل صانع تقليدي اللي تبارك الله كيتقن هاد المهنه هذه، وهاد تبارك الله هاد الذهب اللي كيعطينا من يديهم. اليوم البنات صالونات ديال 2020 اخر ما يكون. اليوم خطرت عويناتي وكنتمنى ان شاء الله حتى انا يا ربي نفرش بها داري اللي مازال ما بدينا، مازال ما بدلنا فيها حتى شي حاجه، مازال ما صلحنا فيها حتى شي حاجه. عاد خديناها الحمد لله ما كاملتش حتى 6 mois، حتى 6 شهور. نتمنى ان شاء الله من هنا القدام ربي يعاوننا باش نعاودوا نصلحوها من جديد، وكل شيء غنشاركوا معكم ان شاء الله باذن الله. ومازال ان شاء الله البنات غادي نجيب لكم اخر ما كاين في غرف النوم، بيوت النعاس، اخر ما كاين في المطابخ، يا من الاصلاحات، يا من الفراش، يا من اي حاجه. اليوم جبت لكم اخر ما كاين في الصالونات التقليديه والعصريه، وكذلك انا غنشرح لكم في وسط الفيديو تليمطات، الشكالات ديالهم، لا كاليتي ديالهم، الانواع ديالهم، الاثمنه ديالهم، عندي شويه ديال الخبره عليهم. يلا زيدوا معايا يلا. عزتي فينا تاخد بيدك ورقة وقلم قصير وتبعت لنا كلمة ماشي عيبة وحرام. يلي عزتي فينا تاخد بيدك ورقة وقلم قصير وتبعت لنا كلمة ماشي عيبة وحرام. وهداك الغافل بالي بينا خاف علينا، داك الغافل وقتاش لاقينا ليام، وهداك الغافل بالي بينا خاف علينا، داك الغافل راه اليوم مربع عن بالي. هادو البنات كما كتشوفوا تبارك الله وصل عندي، انا بعد ما صحيتش بالاغنيه، مع هاد الاغنيه كتحمقني ودرت لكم نتوما تمسقوا معايا. كما قلت لكم هاد البنات هاد التليمطات هما اخر ما كاين في السوق، تيقولوا له الزواق الاماراتي هو اللي كاين دابا حاليا في السوق. تبارك الله وصل عندي، كما كتشوفوا شوفوا اللوينات كيف دايرين، راقيين بمعنى الكلمه. شوفوا تبارك الله داك الموطاغ كي داير، شوفوا داك داك الغوز بيبي تبارك الله، شوفوا الشكيلات روعه روعه. انا بعدا حمقوني تبارك الله، غنخليكم مع تتمه الفيديو وتتمتعوا ليا العوينات ديالكم. بينا خاف علينا، راك عزيز علينا. كما كتشوفوا البنات، شوفوا تبارك الله على الوين كيغزال، ومن الاحسن البنات من الاحسن الصالون، يعني الواحد اللي كيخسر عليه زباله الفلوس ما يديرش قوه الزواق باش ما يطلع ليهش في الراس. انا يعني كنصيحه شويه كنعرف شويه في هذا الدومين، الا زوقنا الطلميطه ما نزوقوش المخده، ولا كان العكس، الا زوقنا المخده ما نزوقوش الطلميطه. شوفوا تبارك الله هنايا هي المخده مزوقه والطلميطه سامبل، يعني راه من سابع المستحيلات باش هذا دغيا يطلع لك في الراس. وحتى اللوين ديالو وحتى الخدمه ديالو هذا الستيل هذا هو اللي ولا. ونخليكم مع تتمه الفيديو. بالي بينا خاف علينا، راك عزيز علينا، عزيز والله العزيز. يلي
بالي بينا خاف علينا داك الغفل راه اليوم رفع بالي بينا خاف علينا راك عزيز علينا نعتب عليك ونبقي لي قلبي مفتوح كل يوم كان اكتب ليك كان اكتب ليك كان اكتب ليك كل ما اشبه الروح لومك ونعتب عليك نعتب عليك ونبقي لي قلبي مفتوح وعلاش بدلتي عاد ناري قولي بالطيب وسموح وعلاش غيرتي عاد ناري قولي بالطيب وسموح البنات كما كتشوفوا هذه سميتها المبرة زبدة واللي كتكون مطروزة هو فاش غادي الفيديو يقرب للزواقة غادي تبان راه ذهبية شوفوا تبارك الله لون سهل لون واحد سامبل اوني كيجي راقي وراه ممكن البنات فاش كيكون عندنا مثلا صالون بلون واحد كنوليو نلعبوا ليه بالمخاد يعني كنوليو كل مره مثلا هذاك المخاد مثلا هذا المخاد اللي دايرين في الموف مثلا طلعوا لينا في راسنا غادي نديروا ليه لوينات اخرين مثلا موطاغ مثلا خزي يعني مثلا غوز بيبي راه غير المخده البنات راه كيشونجيو الصالون كومبليتوم راه كامل كيتبدل وكما كتشوفوا البنات زعما انا بعدا وكل واحد والذوق ديالو يعني الاذواق كتختلف غير انا كنفضل الحاجه اللي كنخسروا عليها زبله الفلوس يعني وصالون راه كنخسروا عليه زبله الفلوس ما نضيعوش يعني ناخذوا شي حاجه اللي كتكون مشارجيه بزاف اللي دغيا كنملوها دغيا كتطلعنا في الراس وكيبقى الاذواق كتختلف ونخليكم مع تتمه الفيديو رميت شواقي على علي مستحيل نعيش بلا بي رميت شواقي على علي مستحيل نعيش بلا بي فيك الوالي وفيك التالي مستحيل نعيش بلادي طعم الدنيا يا حلالي يا حلالي واه وهداك الغافل البالي بينا خاف علينا داك الغافل وقتاش لاقينا هداك الغافل بالي بينا خاف علينا داك الغافل راه اليوم فرق عن بالي بينا خاف علينا راك عزيز علينا بالي بينا خاف علينا البنات بغيت نقول لكم واحد المعلومه غير فاش نكونوا مثلا هكا تلامط مثلا الناس اللي كيبغيو تلامط يكونوا شويه مشارجيين الزربيه ما يديروهاش مشارجيه واللون الموحد اللي كيجي اكثريه مع تلامطات ومع اي لون ديال التلامط يا اما البيج يا اما الكرونه هادو هما الزرابي اللي كيجيو مع جميع الالوان ديال التلامط اللي كاينين يعني في السوق كاملين يعني ما نحتاجوش مثلا نديرو مثلا شحال واحد كيدير غوز او كيدير شيبي او كيدير هذوك الالوان دغيا ديال الزراب دغيا غتملوهم بالعكس ديال الكرونه وديال البيج يا اما نديرو بيج زربيه واخا سبحان الله العظيم واخا الزربيه باش كتكون مخلطه ومزوقه ما كتبانش وكذلك الكرونه كيفاش تكون اوني وتيكون غير شي زويقات في الجناب ديالها كتجي راقيه
وكتجي غزالة. والبنات كذلك بغيت نقول لكم راه الموضه اللي دارجه دابا هو ديال الستادر الخشب الابيض الابيض تبارك الله دارج دابا في السوق وكاين في السوق هو تبارك الله اللي كيعطي اللي كان مثلا عنده شي واحد صالون صغير يدير الابيض كيكبر العين حتى في النظره تيكبر العين اما الخشب القهوي شويه كيجمع الصالون كيصغره هادو معلومات البنات عارفاهم وبغيت نفيدكم بها. ودابا ننتقلوا للصالونات العصريه اللي تبارك الله حتى هما دارجين في السوق ودايرين بلاصتهم في السوق وفي اي بيت من بيوت المغرب راه ما يمكنش ما تلقاش شي سيجور او شي سويلين صغور رومي حتى هما تبارك الله زعما راقيين وغزالين وكيخطفوا لنا العوينات ديالنا. ايوا ما تنساوش البنات كي جاكم بعد الفيديو نتمنى حتى نتوما خضرتوا عويناتكم كي خضرتوهم انا. وما تنساوش البنات الى عجبكم الفيديو ديالي كما العاده لايك 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 البنات كتدعمونا بزاف وكتشجعوني باش نزيد لكم المزيد ونجيب لكم المزيد للقدام باذن الله. ومازال غنزيد نبرعكم ان شاء الله القدام بزاف 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 الفيديوهات اللي غادي يعجبكم واللي غادي تستافدوا منهم. يلا البنات مع السلامة وتهلاو لي فراسكم.